الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لنا عبر شاشة مريم تي في وببروغرام على الموعد اون تايم بحلته الجديدة. اليوم الجمعة 9 أيلول 2022، أكيد حلقة جديدة وموعد جديد انطلق معكم عبر شاشة مريم تي في. أنا وزميلتي تمارا رح نترافق معكم على مدار ساعتين من الوقت مع أخبار متنوعة وضيوف عديدة أكيد مميزين دايما بتنطروها معنا على الموعد. أكيد بدي أقول صباح الخير لكم مجددا، وأقول صباح الخير لزميلتي تمارا. صباح الخير ريتا، وصباح الخير لكل مشاهدي على الموعد ومشاهدي مريم تي في اللي انضموا لنا اكيد بهيدي الاثناء. ريتا، مثل ما بتعرفي دائما بنحب نذكرهم انه نحن لايف هلا على فيسبوك صحيح. مريم تي في. اذا الفريكونسي مش موجوده عندهم على تي في، التشانل مش موجوده فيهم، بكل بساطه يفوتوا على فيسبوك يتفرجوا علينا. وانا بدوري بدي اتمنى لهم عطله نهايه اسبوع سعيده، وبدي سعيدة. اتمنى لك كمان ريتا. ومثل ما بتعرفي اخبارنا عديد كتير اليوم، رح نستهلها بخبر وفاة الملكة اليزابيث الثانية، بحيث اعلنت العائلة الملكة البريطانية وفاة الملكة اليزابيث الثانية عن عمر بناهي 96 سنة بقصر بالمولر بالملكي بسكوتلندا يوم امس الخميس، محاطة بابنائها واحفادها. كما أعلنت بريطانيا عن تولي الملك تشارلز الثالث العرش بالمملكة المتحدة، وعن تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية. الملكة إليزابيث عم نشوف بالصورة ولدت عام 1926 وتوفت 2022، يعني ريتا عاصرت الحرب العالمية الثانية. صحيح. وذكر ملك بريطانيا الجديد الأمير تشارلز اللي هو ابن الملكة إليزابيث الراحلة أن وفاة والدته تعد لحظة حزن شديد عليه ولعائلته، بأول تعليق له عقب إعلان خبر الوفاة رسميا، ولفت أن والدته كانت ذات سيادة عزيزة وأم محبوبة للغاية يمكن أن نفتقدها في جميع أنحاء العالم، مشير إلى أن وفاة الملكة كان لحظة حزن كبيرة بالنسبة له ولجميع أفراد عائلته، موضح أنه خسارتها رح يحس فيها بعمق جميع أنحاء البلاد والكومنولث ومن قبل عدد لا يحصى من الناس بجميع أنحاء العالم. ونحن كمان بدنا نذكر ريتا أنه ابن الملك تشارلز صار هلأ هو الملك رسميا للمملكة البريطانية. مش بس هيك، أنا ريتا حبيت قبل ما نذكر هيك أمور استثنائية عن الملكة الراحلة، حبيت أنا وياكي، هي عندها العديد من الأقوال الكوتس، وكلهم صحيح. بيعطوا أمل، كلهم بيعطوا empowerment للنساء. فأنا اليوم حبيت أنا وياكم مشاهدينا هيك نحكي شوي عن مقولة من أقوالها للملكة الراحلة. مثل ما بتعرفي ريتا، الملكة الراحلة كان يبين شوي على وجهها أنه ما بتضحك، ما رح نقول صحيح. أنها جامدة أو جدية. فمرة وجه لها انتقاد لتعبير وجهها الحاد، فردت بسخرية وذكاء وقالت ببساطة: أتألم من الابتسام، لماذا يتوقع من النساء الابتسام طوال الوقت؟ فهذا غير عادل، لأن الرجل إذا كان متجهم فيفترض تلقائيا أنه شخص جاد وليس شخص بائس. رح أقولها بالإنجليش كمان، بلكي بتنفهم كمان بطريقة، لأن هي قالتها بالإنجليش: I simply ache from smiling. Why are women expected to beam all the time? It's unfair. If a man looks solemn, it's automatically assumed he's a serious person, not a miserable one. الملكة من خلال ردها كانت عم تجرب تكسر الصورة النمطية السائدة، لأنه إذا كان الرجال مثل ما ذكرت هي كان ما عم يضحك، ما بيقولوا عنه أنه هو بائس وغير سعيد، بيقولوا صحيح. عنه جد، بينما النساء دايما بيصيروا بيحللوا بيقولوا بائسة وغير سعيدة وعندها مشاكل بحياتها. صحيح. يعني الله يرحمها تمارا، وأكيد كان في ردود فعل على موتها من كل البلدان العالمية، وهي قدوة للنساء أكيد، وعطيت كتير لبلدها ولكل المناطق المجاورة قيم إنسانية وأخلاقية، وهي قدوة إذا بدك امرأة بيسموها الامرأة الحديدية كمان. نعم،
أكيد. هلا أنا وياك ريتا والمشاهدين رح نتشارك بعض الأمور الاستثنائية لملكة استثنائية للملكة إليزابيث الثانية. هي أطول ملوك العالم بالحكم، جالت العالم 42 مرة ريتا، حكمت بجميع قارات العالم، عاصرت 13 رئيس من رؤساء أمريكا، التقت للملكة أكثر من 200 صورة بورتريه، أول ملك بريطاني بيلقي كلمة أمام مجلس النواب الأمريكي، وأول عاهر بريطاني بزور الصين عام 1996، وأطول فترة زواج لملك بريطانيا. أنا هذا الكفر جبته لمجلة تايمز، كتير حبيته. حلو. حتى صورتها قديما كتير حلوة كمان، قرروا مجلة تايمز يكونوا عم بحطوها على كفر المجلة عندهم. The Queen Elizabeth II من 1926 ل 2022. يذكر انه مراسم الدفن رح تمتد على مدار 10 ايام ريتا، وكمان اعلن الحداد بالمملكه البريطانيه لمده 3 ايام على الاقل. والاهم اكيد هلا انه ابنه تشارلز، الامير تشارلز الثالث، هو صار الملك من بعدها. يعني أكيد تمارا من بعد ما كنا مع هالفقرة المحزنة أكيد لكل العالم. هلأ محضرت لك قديس اليوم، أنا وياكي رح نروح مع المشاهدين مع فقرة قديس اليوم. يعني بتعرفي اليوم تمارا 9 أيلول بتحتفل الكنيسة بعيد القديس يواكيم وحنة. هن هالقديسين هن كتير تعبوا بحياتهم، وهلأ رح نشوف قد ايه قصتهم ملهمة للمسيحيين، خصوصا ان اشرف مدح نصف به يواكيم وحنة انما هو كونهما والدي سيدتنا مريم العذراء وجدي سيدنا يسوع المسيح. كان يواكيم من الناصرة من ذرية داود، والقديسة حنة من بيت لحم من سبط يهوذا، وكانا برين سائرين في شريعة الرب، متحدين قلبا واحدا مضطرما بمحبة الله والقريب، عائشين بالصلاة والتأمل، ينتظران ولدا ولكنهما لم يرزقا به، وأخذا بالتضرع إلى الله كي يرزقهما ولدا يكرسانه لخدمته تعالى، فاستجاب صلاتهما وولدت حنة مريم العذراء ممتلئة نعمة وبريئة من وصمة الخطيئة الأصلية. ولما بلغت العذراء الثالثة من عمرها قدماها إلى الهيكل وصرفا حياتهما بالصلاة والتأمل، وصار يواكيم ابن 80 سنة وتوفي بشيخوخة صالحة بين يدي حنة وابنته مريم. أما حنة فعاشت حتى حظيت بمشاهدة الطفل يسوع، ثم ركضت بسلام ولها من العمر 79 سنة. ولهما في لبنان كنيسة واحدة على اسمهما قديمة العهد في عناية، تابعة لدير مرمرون ومقام القديس شربل. صلاة معنا أمين. أكيد تمارا نحن اليوم منحب نعيد كل الأشخاص اللي بيحملوا اسم يواكيم وحنة، إن شاء الله بينعاد عليهم، وهن من أهم القديسين الموجودين كمان بكنيستنا أكيد. نعم. يعني من بعد ما كنا مع فقرة قديس اليوم تمارا، كلنا هيك متشوقين نعرف كيف رح يكون طقس اليوم وطقس الويكند. أكيد نتعرف على حالة الطقس مشاهدينا سوا. الطقس الصيفي معتدل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مشاهدينا حتى اليوم يوم الجمعة، حيث بتعود درجة الحرارة للارتفاع بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وبتستمر حتى نهاية الأسبوع. معدل درجة الحرارة لشهرنا شهر أيلول على الساحل بين 24 و32 درجة. بالنسبة لطقس اليوم ريتا، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالداخل، بحيث بترجع وبتتخطى معدلات الموسمية لهذا الشهر، كما بتنخفض نسبة الرطوبة. هذا شيء مهم جدا مهم.
بالنسبة لطقس يوم السبت فهو صافي لقليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، واللي بتضل مرتفعة نسبيا وكمان فوق معدلاتها الموسمية. بالنسبة لطقس يوم الأحد قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالداخل، وبيتشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. بلش العد العكسي لنرجع نحس بالبرود ريتا. صحيح تمارا، وكنا عم نحكي قبل الهوا نعم بتحس انه تغير شوي الهوا، يعني منه هالشوب مثل ما كان قبل. وقلت شغله كتير مهمه عن الطقس، انه رطوبه خفت، هيدي صح. اهم شيء، لانه الرطوبه اللي عم تخلينا نحس بهالشوب وبهال هيك، بتحسي حالك مقطوع النفس عنك. فاكيد شهر ايلول بلش يتغير الطقس، ودائما من بعد عيد الصليب تمارا بيقولوا انه الطقس بيتغير صح، وبتبلش تبورد من بعد اكثر. 14 ايلول. اكيد فتابعونا مشاهدينا، لأكيد دايما بدكم تعرفوا أحوال الطقس. ريتا، نحن والمشاهدين هلا أكيد ناطرين ليعرفوا شو محضرين المتفرقات، دايما بنحضر لهم أخبار عديدة ومتنوعة مش بس من لبنان، صحيح. فخلينا نشوف سوا شو محضرين لكم. يعني تمارا مثل ما قلت، نحن دايما بنحضر اخبار متنوعه للمشاهدين لحتى هيك تكون من كل العالم ومن الواقع للاسف بلبنان. ولكن انا رح بلش بخبر اعلنت منظمه اليونيسف ببيان انها جددت التعاون القائم مع الصليب الاحمر اللبناني لسد الفجوه اللي تحول دون وصول الاطفال الى اللقاحات الاساسيه، والعمل على تحصين اكثر من 150 ألف طفل ممن لم يحصلوا على اللقاحات وعلى مستوى المجتمع المحلي. وأكيد رح تزودهم بمختلف خدمات الصحة والتغذية الشاملة. أكيد تمارا، نحن دايما لأنه بنحكي عن يونيسف بنحب دايما نشكرها على كل الجهود اللي بتقوم فيها للأطفال خاصة، وما فينا ننسى أكيد جهود الصليب الأحمر يلي دايما بنرفع لهم تحية على كل الرسالة الإنسانية يلي بقدموها أكيد لكل الناس. أكيد، يعطيهم ألف عافية. خبرنا الثاني مشاهدينا، عقدت جمعية ميشن أديوكيشن مؤتمر صحافي بنادي الصحافة، أعلنت فيه عن تسمية المغامرة الدكتورة جويس عزام سفيرة للجمعية والشراكة بين الطرفين لجمع منح دراسية لدعم 1000 طالب عبر الأقساط المدرسية من خلال مغامرتها الجديدة للقطب الجنوبي بحضور عدد من المهتمين وشخصيات اجتماعية. وأكدت جويس عزام أنها رح تتحدى العوامل الطبيعية وتتحمل درجات الحرارة المتدنية جدا وساعات طويلة من التزلج باليوم الواحد من 8 ل 10 ساعات، على الرغم من الرياح القاسيه اللي بتتميز فيها هذه الصحراء الجليديه القاحله. وعبرت وقالت والمهم بالنسبه لها مش الوجهه بل شق طريق الاستكشاف، فالشجاعه والعزم هما سلاحي للتغلب على ضغوط الاعراف الاجتماعيه والتوقعات المتصله بي كامراه لبنانيه عربيه، وهدف معركتي ضد الصعاب توسيع الافق للي بيجوا من بعدي. والجدير بالذكر انه رح تنطلق المغامرة عزام بمطلع تشرين الثاني 2022 متجهة نحو القطب الجنوبي، حيث بتلامس درجات الحرارة 50 درجة مئوية وبتتراوح سرعة الرياح بين 19 و320 كيلومتر بالساعة. وبتبلش الرحلة بفصل الصيف، حيث بيسجل القطب الجنوبي أعلى درجات الحرارة اللي بتدنى تدريجيا مع الوقت. وكمان منحب نختم نحن وياكم هذا الخبر مشاهدينا هيك بكلمة قالتها دكتورة عزام: ابدأوا فقط، اجتهدوا نحو الهدف، احلموا وتخيلوا النتيجة، نفذوا الخطوات، تعلموا من اخفاقاتكم وثابروا في الماضي قدما، ربما ببطء ولكن بثبات كسلحفات جبلية. والجدير بالذكر ريتا انه جويس عزام استطاعت انه تتسلق اعلى قمة بكل قارة بالعالم، القارات أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية وغيرها من القارات، ويعتبر المشاريع اللي كانت عم تقوم فيها من أصعب الإنجازات اللي لم يتمكن سوى 21 شخص بالتاريخ من إنجاز هيدي التحديات. أكيد بدنا نقول لها ألف مبروك، وكلنا أمل وكلنا ثقة فيك امرأة حديدية جويس عزام. أكيد تمارا بنقول لها مبروك. وهيك بالحديث تمارا، أنت بتحبي الثلج؟
انا بحب التلج، بنشتاق للتلج احيانا احنا ريتا، تشتاقي؟ صحيح، بس بفضل الطقس الصيفي المعتدل. المعتدل. نعم يعني اكيد مبروك لها، وبدها قوة كتير كبيرة، اكيد. اكيد قوة جسدية لحتى تعمل نعم هال. انها تعمل كنترول. تمارا، بالخبر التالي أعلن الصليب الأحمر اللبناني تعطل رقم الطوارئ المجاني 140 ببيروت وجبل لبنان بسبب توقف سنترال أوجيرو، ودعا المواطنين للاتصال على الأرقام 81715074 و71140120. يعني بتعرفي تمارا، لأنه كان في معطل سنترال أوجيرو. بسبب اضراب اوجيرو لسه. صحيح نعم صحيح، فأعلن صليب الأحمر أكيد خط تاني غير ال 140 لحتى يقدروا الناس يتواصلوا معه. نعم يعني اكيد بدعيكم للأسف مشاهدينا ضلكم تزوروا صفحة الصليب الاحمر على مواقع التواصل الاجتماعي لتتأكدوا من الرقم، والف سلامة للجميع. الجميع. عندك دواء سرطان ومنك بحاجة له، تبرع فيه لأنه غيرك محروق عليه. هيدا حملة أطلقتها جمعية باربرا باربرا نصار، نصار، نوجه لهم ألف تحية، لأنه فعليا مثل ما كان عم يذكر رئيس الجمعية الأستاذ هاني نصار، هن كجمعية بيقوموا على التبرعات وعلى الأدوية اللي صحيح بيخلص منها المرضى وبيعطوهم إياها. بيعطوني اياهم. لهيك فعليا نحن حبينا نطلق هيدي الصرخة، إذا فعليا مشاهدينا عندكم أدوية سرطان وحابين تتبرعوا فيها، فيكم تكونوا عم تتصلوا على رقم 03-691-624 03-691-624، والحاضر يخبر الغايب. أكيد تمارا، ومثل ما قلت تحية كتير كبيرة لجمعية باربرا نصاري اللي عم بتكون دايما حد مرضى السرطان. نعم ويمكن المشاهدين بيستغربوا إنه إذا عندهم دواء يحطوه، لا بالعكس، أوقات يمكن تمارا مريض بيبقى بحاجة لساشيه دواء لحتى تخلصوا من مشاكله أو من ألمه. فنحن دايما نحكي على هيدا الموضوع تمارا، ودايما بنوجه تحية لمرضى السرطان لأنه فعلا هن ابطال. نعم وانا دايما بحكي من ورا باك جراوند ميديكال، بعرف قديش هالمرضى بعالم. بيتالموا، نعم وفعلا الله يكون معهم. وان شاء الله مثل ما قلت تمارا، كل شخص عنده دواء يقدر يعمل شير لشخص تاني هو محتاج له لحتى الكل يكون عندهم علاج لهالمرض. نعم بالنهاية ديتا ما إلنا غير بعض، اكيد الدولة تركتنا فما إلنا غير صحيح نحن نهتم ببعض. خبرنا التالي صحيح. معك. خبرنا التالي تمارا، بتعرفي أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين بالجامعة اللبنانية ببيان بعد اجتماع برئاسة عامر حلواني وحضور الأعضاء استمرار الإضراب المفتوح يلي كانت أقرته. بتعرفي تمارا، أنا بس بدي أقول شغلي، أنا من الأساس تلميذة الجامعة اللبنانية، وأنا فخورة أنا تلميذة الجامعة اللبنانية وبحبها، لأنه مع احترامي لكل الجامعات هي من المستوى العالي جدا من نعم الجامعة اللبنانية. أنا بزعل أنه الحقوق الدكاترة الموجودين بقلبها يلي ما عم يتاخد مثل ما لازم. وبتعرفي بهيدا الوقت تمارا قديه صعب الإنسان يعلم ولاده بجامعة خاصة، لأنه الجامعة الخاصة عم تتطلب كلها فريش دولار. بعد الجامعة اللبنانية هي من أرحم الجامعات ومن أرفع المستويات. يعني عن جد إن شاء الله قريبا كل المشاكل اللي هي بالجامعة اللبنانية تكون محلولة، لأنه هي من أهم ومن أعرق الجامعات أكيد، بلبنان. ويكون عم يتأمن حقوق الطلاب والتلاميذ أكيد كمان، ما بدنا ننساهم. تمارا، بتعرفي إنه للأسف عم يركض ابن ال 14 سنة بغرفة العناية الفايقة بمستشفى جبل لبنان بعد انه تعرض لعضة كلب عم بيقاوم بجسده الصغير بعد ما ساءت حالته. يعني معلق بين الحياة والموت، والسبب عدم حصوله على لقاح داء الكلب والتأخر بطلب المساعدة والرعاية الصحية. وهون كمان بحب نوه تمارا انه من اول السنة حتى اليوم سجل لبنان حالتين وفاة بداء الكلب، ولكن المؤسف انه هالحادث وهالحالات اللي عم بتصير اكيد يمكن تفاديها بشغله كتير بسيطه، انه يكون موجود اللقاح بالمستشفيات وبالوعي الصحيح والتصرف السريع. مشان هيك تمارا، يعني انا شخصيا شفت بنت عضة الكلب، مع انه الكلب موجود يعني معهم بالبيت وعطول فاميليير معهم، ولكن عضة
وما تتخيل قد ايه اخذت فاكسينات، واضطرت انه عملوا لها عمليه لايدها لانه كانت تشوهت ايدها. يعني قد ايه واحد لازم يكون واعي بهذا الموضوع، وخاصه الكلاب. لو كلب انت مربيتيه قد ايه مهم. نعم أكيد أكيد، عدة الكلاب بتكون صعبة مشاهدينا، صحيح، لكن احنا بننصحكم دايما حتى لو كان عم يلعب معهم يكونوا عم يطمنوا انه ما في اي أكيد اثر للعبه، لانه مثل ما ذكرتي ممكن يسبب لا سمح الله خطورة بالغة. أكيد. نعم نتمنى له السلامة للصبي، إن شاء الله أكيد بيقوم من المحنة اللي هو فيها، والله يصبر أهله، إن شاء الله إنه يقطع منا حرام وما يكون في عنده مضاعفات كتير خطيرة على حياته. نعم يعني هول هن الأخبار تمارا، غير إنه الأخبار اللي بدي أقولك إياها قد إيه عم تلاقي غلا بالسوق تمارا. نعم نعم في غلا غلا مش طبيعي بالسوق، وفي كمان التجار عم يتلاعبوا بالأسعار، فأكيد نحن نتمنى دايما إنه الله يكون بعون هالمواطنين، صحيح خاصة تمارا، هلا على أبواب مدارس. أنت بتعرفي كمان الأقساط قديش عم بتكون صعبة وقديش عم بتكون غالية، عم تتطلب فريش دولار صحيح كمان. عدا القرطاسية، عدا المونة، نحن هلا بشهر أيلول شهر المونة وكل هالتفاصيل. يعني القرطاسية تمارا كمان بتلاحظي بكل المكتبات، بتروحي عن جد بتنصدمي انه يمكن الدفتر اللي كنت تجيبيه بسعر كتير واطي ومتدني هلا بتلاقيه بأسعار كتير خيالية. صح عن جد مثل ما قلتي كلمة كتير مهمة، الله يساعد المواطن على كل هالمشاكل اللي عم تصير عنا، وما عم بيكون في رقابة. يعني هلا السوبر ماركت بتفوت عليها تمارا بتشوفي أسعار كتير خيالية، بس ما في مراقبة. نعم يعني ما في حدا عم يرضع هالاشخاص اللي عم بيسعروا مثل ما هن بدهم، وهن المشكله انه المواطن هو عم ياكلها باخر المطاف. يعني نعم نعم هو اللي عم يدفع ثمن، اللي عنده عائله الله يساعده، وخاصه على ابواب المدارس والقسطاط مع كل التجهيزات للمدارس من الكوستيوم من الكتب من القرطاسيه. عن جد الله يساعد المواطن تمارا. نعم نحن رح نرجع نحضر الفيديو فور جهوزه لأنه فيديو حلو. هلأ رح نروح أنا وياكي ريتا لقرية اليوم. يعني أنا كتير بحب هيدي الفقرة تمارا، وخاصة منك لأنه دايما هيك بتشوق وين بدك تاخدينا مشوار، خاصة جاي الويك أند. يعني نحن اليوم الجمعة وناطرين الويك أند. انا بالويك اند الماضي ريتا كنت باهدن بالشمال، فحبيت اكون عم بنقلكم الصوره وخبركم عن جمال وسحر هالمنطقه. اذا فينا نقول تقع مدينه اهدن بقلب جبل لبنان الشمالي على المنحدرات الجنوبيه الغربيه للجبل المكمل. كلمه اهدن شو يعني ريتا؟ هي تحريف شعبي لكلمه عدن اي الجنه والفردوس. ترتفع اهدن عن سطح البحر 1450 متر، وبتبعد عن بيروت 110 كيلومتر وعن طرابلس 30 كيلومتر، اما صغرت المدينه فبتبعد عنها 25 كيلومتر. بتضم اهدن مشاهدينا اكيد بغنى عن التعريف محميه حرش اهدن الطبيعيه، وبتدير هذه المحميه مشاهدينا لجنه معنيه من وزاره البيئه بتضم متطوعين بيشرفوا على سير العمل فيها. تقع هذه المحمية على المنحدرات الغربية الشمالية لجبل لبنان، وبتمتد على علو بيتراوح بين 1200 متر و 2000 متر عن سطح البحر. بتمتاز غابة حرج اهدن عن غيرها بالتنوع البيولوجي، اذ تحوي على ثلاث مناطق جغرافية حيوية من اصل تسعة موجودة بلبنان، الى جانب تنوع الكائنات الحية. تحوي المحمية على 1058 نوع من النباتات، منها 39 نوع من الاشجار و26 نوع من الثدييات و156 نوع من الطيور و300 نوع من الفطريات و23 نوع من البرمائيات. بتقدم المحمية ريتا لزوار أعلى مستوى من الخدمات بالتخييم والنزهات البرية ورحلات المشي البيئية، وبتعطيهم فرصة فعليا للهروب من عجقة وضوضاء المدينة لهدوء الطبيعة وجمالها بالمناطق المحيطة فيها، وأبرزها أكيد أرز بشري.
ما بدنا ننسى كمان الشق الديني والسياحة الدينية، بتحتوي إهدن على عدد كبير من الكنائس والأديار القديمة والتاريخية، بحيث شكلت رمز لانتشار الدين المسيحي ومنها انطلقت الرهبانيات اللبنانية. فإهدن بتحتضن مثل ما كنا عم نشوف بأرجائها 26 كنيسة، فمن كنيسة مار ماما الأثرية اللي هي أقدم كنيسة مارونية بالشرق، بيقابلها كنيسة مار جرجس حيث جثمان وتمثال بطل لبنان يوسف بيك كرم اللي كنا عم نشوفه للتمثال. كمان عنا دير مار عبدة ودير مار سركيس وباخوس، بالإضافة لكنيسة مار بطرس وبولوث بولوس الأثرية عفوا، وصولا لجبل سيدة الحصن حيث الكنيستين الكبيرة والصغيرة. وما فينا ننسى كمان دير مار أنطونيوس قصحية اللي عم نشوفه بالصورة، اللي هو بيوقع على كتف وادي أنوبين ومن أهم المعالم السياحية الدينية بالمنطقة. هيدا الدير هو من أقدم الأديرة ومبني داخل الصخور بطريقة بتجعله وكأنه صخرة عملاقة بداخلها كنيسة ومناسك. وكمان ما بدنا ننسى أنه أول مطبعة بالشرق عام 1610 تأسست فيه، كما في مغارة يقال أنه توصل بالدير بإهدن، وأنه مما كان عنده ريتا مرض، هذه المعلومة اللي فاتتني، عنده بيعاني من مرض بالأعصاب، بيشفى لدى زيارته والتضرع للقديس أنطونيوس. مثل ما ذكرت تعتبر السياحة الدينية من أهم مقومات ازدهار إهدن، حيث بحج يوميا بفصل الصيف لكنائسها الأثرية المنتشرة كسور بيحيط فيها من اتجاهات كافة العديد من السواح والمؤمنين. سريعا رح أذكر بعد هيك المواقع الموجودة بإهدن. عنا المطل عند مدخل إهدن الغربي، الميدان أكيد ساحة الميدان هي بغنى عن التعريف، عندنا كاتدرائية مار جرجس، عندنا كمان نبع مار سركيس، وعندنا الكتلة اللي هي تل صغيرة بوسط إهدن شيدت فوقها كاتدرائية مار جرجس الرعائية وتمثال بطل لبنان يوسف بيك كرم. يعني تمارا اليوم أجمل منطقة أخذتينا عليها عن جد، لأنه أنا الشمال كتير بحبه كتير، وبحب كل أهالي الشمال، واكيد بدي زورها قريبا. يعني هيك منك زيرتي قبل؟ زايره بس من فتره يعني هلا، يعني اكيد لانه كل الاشخاص اللي بقلب الشمال كثير بحبهم، وهن ما بتعرفي قديش هالشعب الموجود بالشمال قد ايه كريم، قد ايه عنده هيك محبه، قد ايه عنده قيم واخلاق ومبادئ كل هالامور. فانا قريبا رح زور الشمال، اكيد في اشخاص هن رح يصطحبوني على الشمال ويبرموني عليها. نعم، بدول برا العالم رح ارجع اذكر مش مصدقة انه الكهرباء بتقطع، ونحن ما منصدق انه الكهرباء بتجي حتى لو ساعة بالنهار. فبحب ارجع اقول هالقد صرنا ولهون وصلونا. هلا رح نشوف الفيديو. Name a reason why you would light a candle. Sadiqa. Load shedding. What did you say? Load shedding. Load shedding. Shedding? Yes. When the city puts the electricity off for 2-3 hours. Load shedding. Let me ask you something. So, how often do they cut the electricity off for this load shedding? Every day. Every day? Every day. Every day? Yes. That's stupid. Who thought of that? No, 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 listen to me. There's a lot of electricity. المقدم المشهور ستيف هارفي تفاجأ من جواب متسابقة ريتا، بحيث سألها مثل ما كنا عم نشوف بالفيديو، سمي سببا لماذا نلجأ إلى إشعال شمعة، فجاوبته بالقول تقنين الكهرباء، وذلك ضمن برنامجه التلفزيوني Family Feud Africa اللي بيعرض بأفريقيا. ومثل ما شفنا كمان طلع فيها هارفي وكان مصعوق من الجواب، وكأنه ما فهم شو بتقصد، انه ليش نحن بنضوي شمعة كرمال الكهرباء. فرجعت شرحت له انه احوال الكهرباء ببلادها كيف هي، فرد عليها قال لها انه هيدا غباء ومش معقول يكون موجود، لانه في عنا
كتير كهرباء. هيدي حال كهرباء بأفريقيا، كيف إذا بيجوا لعنا على لبنان بيعرفوا إنه 24 ساعة يمكن تجي ساعة، هيدا إذا إجت صحيح. يعني رجعنا على على هيدي التراديسيون تمارا انه نضوي شمع، عاده بنضويها بنتضرع على القديسين ولا الله، صرنا عم نضوي شمع لانه ما في كهرباء وما في موتور. فلهيك انا قلت بالبدايه انه العالم بيستغربوا وما بيعرفوا انه نحن عايشين هيك، نحن معودين، نحن اذا بتجي الكهرباء اكثر من ساعه هذا بيكون عيد بالنسبه لنا. صحيح، هذا المضحك المبكي. صحيح. نعم. للأسف يعني تمارا من بعد ما كنا مع هالأخبار الحلوة كتير والمتنوعة، أكيد مشوقة للمعلومة الطبية اليوم. معلومة طبية دايما دقيقة معك. صحيح، رح نروح أنا وياك مع فقرة معلومة طبية. تمارا بتعرفي بس يكون في عيلة فيها ولد وبيجي ولد تاني على العيلة بيبقى نوفو ني صغير، بتعرفي قدي الطفل الأكبر منه بيبقى غيران، يمكن بيعمل له أشياء بتأذيه لهيدا الولد. وهلأ بدي خبرك قصص يمكن بتتفاجئي فيها، أنه طفل ممكن يفكر مثلا يخنق خيه لأنه عم بيشوف أنه الأهل كتير عم يهتموا فيه، كل هالتفاصيل. مشان هيك تمارا اليوم رح أحكي عن هيدا الموضوع، قدي حلو التعامل مع الطفل وقدي لازم نستوعبه بهيدي المرحلة. بتعرفي تمارا بيصعب على الطفل تقبل اذا بدك قدوم مولود جديد، بيعتبره انه رح يسرق كل الاضواء منه، لانه عاده كل ولد بحب يكون كل الاتنسيون له، بس يجي ولد صغير انه هو بتعرفي بيبي صغير كلهم بيهتموا فيه، فكيف بتتاثر نفسيته؟ فالطفل بتستغرب قد ايه بيعيش مشاعر قويه مختلطه من غيره ومن استياء ومن غضب، فبيلجا اوقات للعزله وبيلجأ للشغب. يعني بتشوفيه إيبر أكتيف في البيت، يمكن بيصير بده يكسر، بده يعمل كذا شغلة، وحتى إذا عجز عن التعبير أكيد بتظهر سلوكيات خطيرة عليه ممكن تكون مضرة. فهون قدي دور الأهل أساسي وشو لازم يعملوا بهيدي الحالة؟ أكيد أهم شيء تمارا أنه نشجع الطفل على الاهتمام بأخته أو بخيه الصغير، تعليمه كيف يقري له يمكن قصة، يمكن يطلع فيه، يجرب يغني له للمولود الجديد بركة قبل النوم، ممكن كمان إشراك الطفل بتحضير ملابس المولود وطعامه، ويعني نجرب نحسسه لهيدا الطفل أنه هو لازم يعتني بخيه، لأنه يمكن بس يحس. حتى لحظة تمارا يمكن أنت زايرة حدا عندهم ولد وإجاهم مولود جديد، بيجي هيدا الولد صغير يجرب يحط أصبعه بعينه مثلا أو بتمه لحتى يأذيه أو بيشده. صح. يعني عن جد عنده أشياء براسه ممكن تأذي الولد الصغير. صح. يعني حتى كمان الأثار اللي عم تحكي عنها جدا مهمة ومش مبالغ فيها، حتى في منهم بيصير عندهم التبول اللا إرادي كمان. صحيح. ليكونوا عم ياخدوا attention وغيرها من هالقصص، فهيدي قصص أكيد بتصير. نعم. حتى بيرجعوا تمارا يعني إذا ولد عمره 3 سنين أو 4 سنين بيرجع بده ياخد البيبرو مثل خيه. نعم. أو مثل ما قلت التبول اللا إرادي بيصير يعمل بيبي ويرجع يحطوا له الكوش. هلأ هيدي الشغلة كتير مهمة إنه قدي الواحد لازم ينتبه لهيدي المرحلة وخاصة دور الأهل. أنا بدي أقول لك شغلة هيك بتضحك تمارا، دايما بحب هيك نضيف ضحكة. أنا وصغيرة كمان خيي كان يجرب يجيب المخدة، ولأنه أنا أصغر منه يجرب يمكن يفكره أنه هو يخنقني مثلا، معنية من هذه القصة. عشان هيك اليوم قررت أحكي. مزبوطة، القصص بتصير يعني وكل ولد بيعاني منهم. صحيح. نحن بدنا نشكرك على المعلومة الطبية، وأنا قبل ما نختم بدي أقول لك مبروك ريتا. أنا مفروض كنت أقول بأول الحلقة بس كان عندنا خبر الموت، ما حبيت أخلطهم مع بعضهم. أكيد تعيينك رئيسة لجمعية العبيدي، نحن كتير بنفتخر فيك، وأكيد نحن بندعمك، وبدي أقول لك هذا اللقب ما أخذتيه عن عبث، بل مسيرة شغل حافلة وأكيد مكللة دايما بالعمل الدؤوب والأخلاق. مرسي كتير تمارا، عن جد انت دايما يعني ما بيخليك شيء من الاخلاق واللياقه. انا بشكرك لانه انت كمان دعمي، يمكن ما بتحسي مباشره بس انت بطريقه غير مباشره دايما تدعميني تمارا بكل شيء، وإلك فضل علي هون. نعم. بمريم تي في. نعم. فبدي اشكرك على الاي بي دي، وان شاء الله دايما بكون عند حسن ظن كل المرضى ونضل حدهم، وان شاء الله هالسنتين بيكونوا هيك متالقين. نتمنى لك نحن من مريم تي في سنتين مكللين بالنجاح. ان شاء الله وجودكم تمارا. ميرسي كثير.
يعني تمارا للأسف وصلنا لنهاية فقرتنا الصباحية، ولكن قبل ما أختم كمان بدي أقول مبروك على هالحلة الجديدة. نعم. إن شاء الله دايما هيك من تجديد لتجديد معكم مشاهدي مريم فعلا. تي في. نعم. لأن مريم تي في دايما معودتنا على كل شيء جديد. نعم. تمارا أنا وياك وصلنا لنهاية فقرتنا الصباحية، ولكن بدنا نقول للمشاهدين أنه ما تروحوا لبعيد، لأن أنا وزميلتي تمارا رح نبلش باستقبال ضيوفنا. ما تروحوا أبدا لبعيد، بس رح نتوقف مع بريك صغير، انطرونا راجعين.